الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي. مسألة وجوب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وقد رأيت قولين، أحدهما يقول إنه لا يجب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، القول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي على نفسه في الصلاة، وإما يؤكد عدم الوجوب ما ذكرت من أنه عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه ولا يصلي على نفسه.